المركز الثالث متابعين الكرام قطعة المسافة. المركز الثالث تصل سيلية. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، كما نهني مضمرها سلطان بن محمد الوهيبي انطلاقة شوط الختام. ولكن مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل تتداول الكلمة بين الزملاء المعلقين. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم، انطلاقة شوطنا الثالث عشر وهو شوط الختام، وختامها مسك بإذن الله تعالى. إذن هذا هي انطلاقة هذا السن، سن الجذاع لهذا اليوم الذي خصص لانطلاقات الأشواط المفتوحة. نتواصل بالنداء مع أول المراكز. أشاهد هنالك منصورة علي بن حمد بن علي بن هران المري، يقدم لنا منصورة بهذا الأداء مع أول المراكز وبهذه الانطلاقة. ثاني المراكز هنالك الدوحة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني بتوظيف سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. والمركز الثالث هنالك الوجود من قبل السيلية المملوكة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، عملاق المضمرين من يديرها بعملية التضمير. وشاهد الدوحة من وصلت مع المركز الرابع، وهنالك الوصول من اسم غادم بهذه الانطلاقة. إذن المركز الرابع، وشاهد بهذه اللحظات الوصول من قبل الضبية أو هوايل. هوايل من وصلت مع المركز الرابع المملوكة. تعود ملكة هوايل لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني برفقة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. رابعا إذن المركز الخامس من تتواجد بهذه اللحظات وبهذه الانطلاقة حاملة الرقم 42 لحظات، ونوافيكم بها وباسمها ومن تنطلق على المركز الخامس. أعود وأتحول الصدارة، أعود مع المقدمة، ولكن أرى شعار قادم تسلل المركز الخامس. تواصل بهذه اللحظات شعار الشهنية المملوك لجابر بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك، يقدم لنا الشهنية كما قدم لنا فراع في سن اللقاية مع الملتقى الجميل ومع انطلاقة هذا الشعار عندما حقق مركز متقدم، عندما حقق المركز الأول. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، أعود إلى منصورة من تتواجد بهذا الانتصار الجميل بهذه القيادة السليمة مع المركز الأول مع انتصاف المسافة. مسافة هذا الشوط بدأنا بفتح سجلات جديدة بيضاء من المنافسة الرائعة، هذه المنافسة الجميلة برياضة الآباء والأجداد. منصورة مع المركز الأول، علي بن حمد بن علي بن هران المري من يمتلك هذا الاسم ومن يمتلك هذا الشعار. ثاني المراكز تتواجد هوايل من تنطلق بهذا الشعار، شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني سلطان بن محمد الوهيبي بعملية التضمير. عملاق المضمرين عملاقا دائما بالانطلاقات الجميلة وبتواجد هذا الشعار وأيضا بإثبات جدارة هذا الشعار. مركز الثالث تتواجد الدوحة من تنطلق بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني سلطان بن محمد الوهيبي بعملية التضمير. المركز الرابع أتابع هنالك السيلية المملوكة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي بعملية التضمير. شهنية تواصل الأداء مع المركز الخامس محلقة متجولة على أرضية هذا الميدان. جابر بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك من يديرها بالملكية مع المركز الخامس. ولكن أعود إلى الصدارة، بدأ هنالك تغلص الأمطار وبدأت ترتفع درجة حرارة هذا الشوط، شوط ملتهب بانطلاقات الأسماء المتواجدة، أسماء لا ثقلها بجميع الميادين، شعارات صالت وجالت بجميع المحتفلات الخارجية وأيضا المحلية. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر المثير، بدأت التغيرات من قبل الظبي. الظبي من وصلت وانطلقت إلى الصدارة، أول نداء للظبي من تتواصل بهذه اللحظات المملكة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. ثاني المراكز هوايل، المركز الثالث تتواجد الدوحة، المركز الرابع هنالك قدوم
الغدو من قبل رابع المراكز من وصلت بهذه اللحظات وانطلقت إلى المركز الثاني. شعار سعادة الشيخ الغاقة بن حمد بن خليفة الثاني غيرت إلى الصدارة السيلية. السيلية تنطلق مع المركز الأول، أربعة مراكز يمتلكها سعادة الشيخ الغاقة بن حمد بن خليفة الثاني برفق السلطان بن محمد الوهيبي. السيلية وأيضا هوايل وهنالك الدوحة وتواجد أيضا الظبي. المركز الخامس تتواجد منصورة ولكن غيرت منه من وغيرت وانطلقت مع المركز الخامس. هذا شيء روتيني يتكرر بجميع الأشواط الخمسة المراكز المتقدمة جميعها مملوكة لسعادة الشيخ الغاقة بن حمد بن خليفة آل ثاني برفقة عملاق المضمرين سلطان بن محمد الوهيبي. إنه العملاق يظهر بصورة جيدة ممتازة بهذا الموسم وببداية هذا الموسم. انطلاقة السيلية مع الصدارة، السيلية مع المركز الأول، السيلية هي من تنتصر بهذا الشوط وتحقق ناموسي هذا الشوط. أو بدأت التغيرات من شقيقتها في العزبة. إذن الخمسة مراكز المتقدمة جميعا مملوكة لسعادة الشيخ الغاقة بن حمد بن خليفة الثاني. التهاني والتبريكات كما نهني المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. نعود بحضراتكم إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول من ومن حصلت على المركز الأول. توقيتها الزمني 6 دقائق بلا شك. اثنين وعشرين ثانية 86 جزء من الثانية. الثانية تبريكات لسعادة الشيخ الغاقة بن حمد الخليفة الثاني، والثاني موصول مضمر السلطان بن محمد الوهيبي. ثاني المراكز السيلية 6 دقائق 22 ثانية 98 جزء من الثانية. الثانية تبريكات لسعادة الشيخ الغاقة بن حمد بن خليفة الثاني سلطان الوهيبي. نهنيه من قدم لنا السيلية وأيضا من ثالث المراكز كان الوصول من المركز الثالث الظبي من وصلت على الثالث أو هوايل. توقيت الزمن 6 دقائق 23 ثانية 68 جزء من الثانية. الثاني التبريكات لسعادة الشيخ الغاقة بن حمد بن خليفة الثاني، والثاني موصول مضمر سلطان بن محمد الوهيبي من قدم لنا هذه الأسماء المميزة وهذه المشاركة الجميلة.